عندنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية جميع المشاهدين والمتسبين الأوفياء اللي يشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائش في الجولة الليلية عبر شوارع وأزقة المدينة. نشوفوا الأجواء بالمدينة كاملة كذلك. تحية طيبة، تحية متبادلة لجميع المشاهدين سواء من داخل أرض الوطن أو من خارج، ونتمنى أن الجميع يكون على ما يرام. شنو رأيكم في بعض أصحاب أو شنو رأيكم في أصحاب الحفلات والأعراس اللي كيعانيوا في صمت خلال جائحة كورونا للأسف الشديد؟ هاد الناس هادو أو هاد القطاع ديال الحفلات والأعراس للأسف الشديد القطاع الكل كيهرب من نهار اللي بدات الجائحة، هما واقفين على العمل من نهار اللي بدات كورونا، وهاد الناس هادو مخدموش، وهاد الناس هادو واقفين. وكاين الله يحصل لهم اللي عنده مصاريف وكاين اللي كاري، كل واحد والظروف ديالو، كل واحد والظرفية ديالو. أكيد متبعينا الأوفياء، نورا تحياتي لك خي معاد، مرحبا بك ومرحبا بجميع المشاهدين اللي كيشاهدونا سواء من داخل أرض الوطن أو من خارج. كما قلت متبعينا الأوفياء، كل واحد ويحصل العون ديالو. كتلقى أسرة بأكملها خداما في قطاع الحفلات والأعراس للأسف الشديد، وتضروا بشكل كبير للأسف. هاد الناس اللي كيعانيو في صمت، هاد الناس كيعانيو في صمت للأسف الشديد، والكل كيعرف بأن قطاع الحفلات والأعراس اللي نهار دخلت كورونا وتم إعلان ديال القرار إغلاق جميع أو توقيف عفوا لجميع القطاعات، من بينهم قطاع الحفلات والأعراس اللي توقف الى يومنا هذا، ما زال متوقف للاسف الشديد، وما زال هاد الناس هادو كيعانيو صمت، وما زال هاد الناس كيعانيو صمت. الله يحسن العون كل واحد والظروف ديالو. كما قلت كل اللي كاري واغلبيه عندهم اسره اكيد، وكل اللي عنده مصاريف اللي هي كبيره، وكل اللي مريض للاسف الشديد، وكل اللي من القطاع ديال الحفلات والاعراس كما كنقولوا هو المدخول ديالو اليومي، يعني من تما كيجيب القوت اليومي عفوا. هاي يوسف تحياتي لك، مرحبا بك. هذا شارع عمر بن عبد العزيز بمدينة العرائش. معاد من سيدي سليمان تحياتي لك، مرحبا. إذن كما قلت متبعين الأوفياء، هاد الناس هادو اللي كيعانيو صمت للأسف الشديد، وبدون هاد الناس للأسف الشديد يوم يغوتو يوم يوصلو رسالة ديالهم جهات مسؤولة والحكومة، ولكن للأسف ما لقاوش اذن صاغيه وكيعانيو صمت للاسف الشديد. هذا نداء كنوجه للحكومه والمسؤولين بان هاد الناس راه كيعانيو صمت، لان الله يحسن العون باش توقف هاد المده هادي كامله بدون دعم بدون اجر بدون مدخول يومي او شهري. انت عندك مصاريف، وكاين الله يحسن العون اللي كاري، سواء كاري المحل التجاري ديالو او كاري او كاري المقر ديال السكنه ديالو، او عنده شي واحد من الاهل ديالو او الاسره ديالو مريض. الله يحسن العون، الله يحسن العون، الله يكون معهم للاسف الشديد. والكل كيعرف بان قطاع الحفلات والاعراس راه متوقف خلال هذه الجائحه، من اللي بدات هذه الجائحه. واكيد الله يبعد علينا هذه الجائحه هذه، ولما لا اننا نرجع للحياه ديالنا الطبيعيه. نتمنوا لان كما قلت هاد الناس هادو كيعانيو في صمت للاسف الشديد. وكاين اغلب كاين مجموعه هاد الناس اللي خدامين في هاد القطاع ديال الحفلات والاعراس، كاين مجموعه الاسر اللي كانت كتموت بالجوع، وكاين مجموعه هاد الناس اللي وصلوا انهم يبدلوا الحرفه ديالهم، يعني كان خدام في هاد في الحفلات والاعراس، يعني كان تريتور او كان في الخدام في الجوق او كان سرباي او كان بفعل الجائحة والأزمة للأسف بدل الحرفة. وكاين اللي ما لقاش باش يبدل الحرفة للأسف الشديد، وكاين اللي كيعاني في صمت للأسف الشديد، وكاين اللي وضع حد لحياته بسبب هاد الجائحة وبسبب الأزمة اللي عاشها. لأن الله يحسن العون، شحال من واحد، شحال من الكاميريرو، وشحال من السرباي، وشحال من الجوقي سمعناه انتحر بسبب هاد الأزمة، واش بسبب المعاناة اللي عانها خلال هذه الجائحة، وبسبب الحكومة اللي ما فكرتش فيه وما وفرتلوش الدعم.
تحية الأخت بشرى، تحية الأخ مصطفى، تحية لجميع المشاهدين اللي كيشاهدونا سواء من داخل أرض الوطن أو من خارجه. نتمنى أنكم تكونوا على ما يرام أكيد متبنا الأوفياء. شنو هي رسالتكم للجهات المسؤولة بخصوص قطاع الحفلات والأعراس اللي كيعاني الصمت للأسف الشديد؟ هاد الناس هادو كاين ناس كنتلاقاوهم يوميا وكنسمعوهم يوميا، ما عندهم ما ياكلوا، ما عندهم ما يديو، ما عندهم ما يقدموا ما يوخروا. هاد الناس ماشي كيعانيو أكثر من المعاناة للأسف الشديد. إذا تحية لجميع المشاهدين اللي يشاهدونا سواء من داخل أرض الوطن أو من خارجه في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائس. نتمنى أن الجميع يكون على ما يرام. نتمنى أننا نتلاقوا بكم موعد لاحق إن شاء الله، وتحياتي للجميع.